Allah'u ya Allah.
الله الله الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم الدين والحياة. كل سنة وكل مشاهدينا طيبين. طبعا النهاردة الليلة المهمة جدا، ليلة نص شعبان. كل سنة وانتم طيبين. طبعا النهاردة ليلة التسامح وتصفية النفس وتصفية القلب ونظافة القلب من كل زعل وكل غل حسد، دي مشاحنات بكل أشكالها أو خصام. عايزين نصفي وننظف قلوبنا علشان إن شاء الله النهاردة ربنا يكتب لنا المغفرة والرحمة يا رب إن شاء الله لما يبص لقلوبنا. الشيخ احمد الطلحي الداعيه الاسلامي منورنا، وكل سنه وحضرتك طيب. وانتم بالف خير، وكل عام وانتم بالف خير، واشكركم على هذه الاستضافه الطيبه المباركه، والشكر دائما موصول لرئيس تحرير هذا البرنامج السيد دكتور ابي ان جمعنا بهذه القامه، وانتهز هذه الفرصه ابارك لك على عودتك لقناه الحياه. الف مبارك لهذه القناه وهذا المكسب العظيم وجودك عليها حقيقه، وهذه الفرقه الكريمه المباركه سيما متمثلة في شيخنا وأستاذنا الشيخ سيدي عبد القادر، وهذا الجمع الكريم لهم جميعا إن شاء الله منا أسمى التحايا والتبريكات بهذه الليلة المباركة. كل سنة وانتم طيبين. طبعا برحب بفرقة الرضوان أبناء المرعشلي، الشيخ عبد القادر المرعشلي وأبناءه، أهلا وسهلا منورنا منورنا، وكل سنة وانتم طيبين. بارك الله بيك يا رب، وانت ألف خير إن شاء الله. محمد ياسين، حباك تعرفنا بالفرقة كلها. أبدأ من اليمين، الأستاذ لؤي جحا، أخويا محمد عيد مرعشلي، الوالد أستاذ عبد القادر مرعشلي، أخي صفوان مرعشلي، الأستاذ نزير العطار، وابن أخويا مصطفى مرعشلي. ما شاء الله، أهلا وسهلا بيكم. الله يسلمك يا رب، بارك الله بيك. منورنا. الله يسلمك. منورين الدين والحياة وقناة الحياة. الله يبارك فيك يا رب، ده نورك إن شاء الله. يا رب يجعل التمام دائما هيك إن شاء الله، نلتقي دائما على الخير. يا رب. آمين. الله يبارك. آمين يا رب. شيخ أحمد، عايزين نبدأ كده ونتكلم عن ليلة النهاردة، طبعا ليلة مهمة جدا، ليلة نص شعبان. كل اللي في البيوت أكيد عايزين يعرفوا النهاردة أهم حاجة يعملوها إيه. الحمد لله رب العالمين، لك الحمد يا ربي على كل نعمة وأفضل النعماء، قولي لك الحمد. الحمد لله، الحمد لله على نعمة عظيمة. قال الحق سبحانه وتعالى في محكم القرآن المبين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله العظيم. يقول الإمام سيدنا القاضي عياض في كتابه الشفاء بتعريف حقوق النبي المصطفى: أعظم نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى بها على البشرية هي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فهو نعمة الله التي لا تعد ولا تحصى. فضائله لا تعد ولا تحصى، شمائله لا تعد ولا تحصى، خصائصه صلى الله عليه وسلم. من خصائص هذا الحبيب المصطفى ومن صفات هذا الحبيب المصطفى له حال عظيم مع ربه. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: يا محمد يا رسول الله، وكأن الله عز وجل يسارع في رضاك ويسارع في هواك. معنى يسارع في رضاك ويسارع في هواك، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخل في قلبه شيء رغبة إلا والله سبحانه وتعالى يحققها له مباشرة. منها هذه الليلة المباركة، حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعدما حصلت قصة الإسراء والمعراج في شهر رجب الحرام، حصلت أحداث عظيمة مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. فسيدنا صلى الله عليه وسلم يحب مكة حبا جما، وكان عندما يصلي ويأمره ربه تبارك وتعالى بالصلاة تجاه البيت المقدس، بيت المقدس، فكان يضع بين بيت المقدس وبينه صلى الله عليه وسلم الكعبة المشرفة. عندنا الكعبة المشرفة عبارة عن بنيان مربع، في شيء اسمه الملتزم، وفي شيء اسمه الركنان اليماني واللي فيه الحجر الأسعد والحجر. الركن اليماني جهة الجنوب، وحجر سيدنا إسماعيل جهة الشمال. فالحبيب صلى الله عليه وسلم كان يقف ما بين الحجر الأسعد وما بين الركن اليماني، فيصلي فيكون الكعبة أمامه ويتجه يعني إلى البيت المقدس وهو البيت المقدس. فكان يحب هذا الأمر ليلا، حبه لمكة، واستمر على هذا فترة طويلة جدا. ثم بعد ذلك أمره ربه تبارك وتعالى بالهجرة، فلما هاجر
أصبحت المدينة المنورة بعد مكة. فأصبحت مكة في ظهره صلى الله عليه وسلم، والبيت المقدس أمامه صلى الله عليه وسلم، فما استطاع أن يفعل هذا الأمر. وبقي على هذه الحالة 16 شهرا، ثماني أشهر هنا وثماني أشهر هنا. والحبيب صلى الله عليه وسلم له حنين وشوق لهذه المسألة لمكة المكرمة. الله. وبدأت هذه الرغبة تختلج قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن شمائله يذكر لنا الإمام سيدي الإمام النبهاني في كتابه وسائل الوصول لمعرفة شمائل الرسول، قال: كان يديم النظر إلى الأرض، نادر ما يرفع نظره إلى السماء. ففي ذات مرة الحبيب صلى الله عليه وسلم رفع نظره إلى السماء بوجهه الشريف، وكان في قلبه رغبة أنه يتوجه إلى مكة المكرمة، فأنزل الله سبحانه وتعالى مباشرة جبريل على الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ليلة النصف من شعبان، يقول له: يا محمد، إن السلام يقرئك السلام ويقول لك: قد نرى تقلب وجهك في السماء. من الندرة أنه يرفع وجهه إلى السماء صلى الله عليه وسلم. قال: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. أي وكأنه يقول الضمير في ترضاها، الهاء عائد على الحبيب صلى الله عليه وسلم، فالقبلة مرضاة لوجه الحبيب صلى الله عليه وسلم. هذه خصوصية عظيمة، تحويل القبلة في ليلة النصف من شعبان، فكانت إرضاء لقلب الحبيب. العلماء قالوا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم له نوعان من الرضا، رضا أصغر ورضا أكبر. الرضا الأصغر كان هو أن يتوجه إلى مكة المكرمة بالقبلة، فالحبيب صلى الله عليه وسلم جاءه الخبر فتوجه مباشرة بالصلاة إلى مكة المكرمة، والخبر لا يزال ينتشر في المدينة المنورة. فجاء بعض الذين صلوا مع رسول الله وعلموا أن القبلة تحولت، ذهبوا مباشرة إلى مسجد القبلتين المعروف، فرأوا الناس يصلون صلاة العصر وهم تجاه بيت المقدس فلسطين. فأثناء الصلاة قال: قد تحولت قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم من البيت المقدس إلى مكة المكرمة. فتحولوا هم في صلاتهم وهم ركوع إلى مكة المكرمة، وأصبح المسجد ذو القبلتين، في واحدة في الشمال وواحدة في الجنوب. الرضا الأول حصل في هذه الليلة، ومن حسن الطالع عندما قال سيدي الشيخ عبد القادر هذا الشيء وقع في قلبي مباشرة: الرضا والنور والصفا والحور. يعني جزاه الله خير على هذا التهذيب المبارك، وهذا معنى أنه راقي في السماع يعني. لكن هناك رضا آخر، الحبيب عنده اثنين أنواع من الرضا. الرضا الأول كان في هذه الليلة المباركة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. هذا الرضا الأول. أما الرضا الثاني إن شاء الله نعرفه بعد ما نسمع منه شيء. أيوة صح كده، إحنا نسمع ونعرف بعد كده من الشيخ أحمد الرضا الثاني. نسمع إيه بقى؟ هنقول دعاء إن شاء الله وبمناسبة ليلة نصف من شعبان، يعني دعاء عن ليلة نصف من شعبان. دعاء ليلة النصف من شعبان. دعاء ليلة النصف إن شاء الله. يا عالم في كل علوم، يا سامع دعاء المظلوم، لا تجعل في حضرتنا شقيا ولا محروم. يا الله يا الله يا مرتقب علينا، سلمنا الأمر إليك، ومن بغى علينا لا شكوى إلا إليك. يا الله يا الله نسأل المولى علينا يتوب، نسأل المولى علينا يتوب، ترضى مشايخنا وتصفى القلوب، ترضى مشايخنا وتصفى القلوب، يرضى مولانا ويمحو الذنوب، يرضى مولانا ويمحو الذنوب. يا من خلقتنا ونحن لك عبيد، يا من خلقتنا ونحن لك عبيد. يا الله يا هو يا متجلي
ولا يمن علي من علينا يا الله. اللهم يا ذا المن ولا يمن علي يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. لا إله إلا أنت ظهر اللاجئين وجار المستجيرين يا الله وأمان الخائفين يا الله. اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مطرودا أو مقدرا علي في الرزق فامحو اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني وإقتار رزقي وأثبتني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا موفقا للخيرات يا رب. فإنك قلت وقولك الحق في كتابك المنزل على لسان نبيك المرسل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إلهي إلهي بالتجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم أن تكشف عنا من البلاء والغلاء والبلوى ما نعلم وما لا نعلم وما أنت به أعلم يا رب. إنك أنت الأعز الأكرم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. كيف وقد
طاهي عنهم أزال حجبا استنشقونا حتى هواهم فاستنشقونا حتى هواهم تجلى للنور والبهاء تجلى ما لي
أحلى كلام وإنشاد ودعاء قبل ما نطلع الفاصل. نطلع فاصل نرجع نكمل حلقتنا مشاهدينا، خليكم معانا. من زي حبيبي
ضمنا هذا اليوم وعيدنا إن تقبل منا مدحنا نسعد يا باهش يا يا الزهراء ضمنا هذا اليوم وعيدنا إن تقبل منا مدحنا نسعد يا باهش يا الزهراء ضمنا هذا اليوم وعيدنا إن تقبل شفيعنا يوم الزحام شفيعنا يوم الزحام وبه المولى قد ختم يا أبا الزهراء ضمنا هذا اليوم وعيدنا إن تقبل منا مدحنا نسعد يا باهي الشيام يا أبا الزهراء ضمنا هذا اليوم صلى وسلم عليك حبيبي رسول الله. شيخ احمد انا عارفه ان انت بتنشد بس انا النهارده هسيبك لكن في مره لازم نسمع صوتك عشان احنا طبعا سمعنا الانشاد بتاعك واحنا في العمر. الله يحفظكم ويرعاكم ويبارك فيكم ويمتعكم بالصحه والعافيه. وان كان مصطلح تنشد عندنا في ليبيا يعني تسال تسال عن العائله والاسره والاحباب والاصحاب. في ليبيا الانشاد ايه؟ غناء؟ يسموه ملوف. ملوف الليبي يعني هكذا يعني النشيد
لكن كلمة تنشد عندنا في ليبيا معناها كأنك ما تنشد، يعني هكذا، يعني لماذا لا تسأل عني؟ فلما بتأخر عليك بالاتصال تتصل بي وتقول لي كأنك ما تنشد، يعني لماذا تأخرت عني بالسؤال؟ لكن صلى الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا في ديوان مدح الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. احنا اتكلمنا عن اول نوع من الرضا للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة نصف من شعبان اللي هي تحويل القبلة الى مكة المكرمة. طبعا الرضا الثاني، حبيبنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يفتح لنا بابا عظيما في الصلة بالله تبارك وتعالى. في الحديث القدسي، والحديث القدسي معناه أنه كلام نطق به الحبيب صلى الله عليه وسلم، مراده من الله تبارك وتعالى وألفاظه من رسول الله، وأنواره تختلف عن أنوار القرآن وأنوار كلام سيد الأكوان. هذا ما نص عليه سيدي عبد العزيز الدباغ في كتابه الإبريز، وهو كتاب عمدة عند أسيادنا السادة الصوفية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لو سلكوا إلي كل طريق واستفتحوا علي كل باب ما فتحت لهم حتى يأتوا وراءك يا محمد. ثم يأتي شاعر ويقول: يا رسول الله يا سندي، أنت باب الله المعتمد، ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. ماذا نفهم من هذا البيت الشعري ومن هذا الحديث؟ هذه الليلة المباركة نحتاج كل واحد منا أن يمد يده للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ليخرجه من أدران وأوحال نفسه. فالإنسان في هذه الليلة المباركة يسعى لأن يصل في رضا قلب النبي. سيدنا النبي عنده نوعين من الرضا: الرضا الأصغر، رضا تحول القبلة. الرضا الأكبر قال: لن أرضى وواحد من أمتي في النار. هذا أكبر رضا عند الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم. فجعلها الحبيب صلى الله عليه وسلم دعوة لله تبارك وتعالى يوم القيامة. وسيدنا صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى يقول له: ولسوف يعطيك ربك فترضى. يعني الرضا كما قدمنا لك الكعبة المشرفة في الدنيا، ثق وتأكد أن الأمر هذا سيكون بإذن الله تبارك وتعالى حاصل. لكن عندنا مثل في ليبيا يقولون عليه: ساعد سيدك عبد السلام بحبيل. معنى هذا الكلام يعني إن أردت أن تفعل شيئا معينا فمد يدك حتى أساعدك، أنت غارق في البحر كيف يمكن أن يمسكك إن لم تمد يدك لي. يعني عبد السلام معناه إيه؟ سيدي عبد السلام الأسمر، هذا يعني ولي من الأولياء. فيقولون إذا أردت أن سيدي عبد السلام يعني يكون معك في شيء من هذه الدنيا فساعده بحبيل. هو ترجمة لحديث، هذا قول من الأثر العرب، لكن هو ترجمة يعني لحديث، كأنه مثل، هو مثل عرفي عند الناس. نعم، لكنه أصلا منطلقه كلام سيد النبي. منطلق كلام سيد النبي: أعني على نفسك بكثرة السجود، خلي في وصلة بينه وبينك حتى تكون لك هذه البحبوح الكبيرة، الرضا الأكبر. طيب ما هي الوصلة التي يمكن أن تكون؟ ما هو اليد التي يمكن أن تمتد في مثل هذه الليلة المباركة؟ يا رسول الله خذ بيدي. ما هي الشفرة التي ممكن نصل بها في هذا النغم الخماسي، النغم النوبي: يا رسول الله ضمنا؟ من منا لا يشتاق إلى هذه الضمة؟ طبعا. اشتاق إليها جذع ونالها. اليوم يمكن لو اشتقت وتقدمت في هذه الليلة تنال مثل هذه الأبيات المباركة. والله هذه الفرقة ما هي جالسة هكذا فقط تطرب الآذان، لقلقت يعني ألسن وطرب آذان، إنما المسألة خطاب قلوب. من يسعى لهذا الأمر عليه أول شيء أن يفعله الليلة، لأنه إن لم يفعل في هذه الليلة المباركة هو مستثنى من رحمة الله، هو في صف إبليس والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله عز وجل لا ينظر إلى أمتي في ليلة النصف من شعبان يغفر لكل الناس. كل الناس كلهم؟ قال: نعم، إلا اثنين، صنفان من البشر لا يغفر الله لهم حتى يرجعوا عما هم فيه. وقالوا ثلاث. الاثنين المعتمدة هذه الرواية أنه المشاحن، الإنسان زي ما بسميه يعني أهل مصر اللبط، الإنسان ده اللي ما بيعرفش يقعد من دون مشاكل، لازم يعمل مشكلة مع جيرانه، مع أهله، مع لازم يعمل مشكلة. هذا الإنسان لابد له أن يهدأ، فإن لم يهدأ عن خليقة هذه المشاكل الله سبحانه وتعالى لا يغفره بنص الحديث. والآخر المتخاصم، لو إنسان في بينه وبين إنسان ثاني مخاصمة وكل واحد منهم شايف نفسه أنه على الحق، أفضلهم وأقربهم من الله الذي يبادر بالسلام، أقربهم والذي ينال البركة والخير الكبير يوم القيامة الذي يبادر بالسلام. هذه عطية من الله سبحانه وتعالى. وقيل الثالث هو مدمن الخمر، الإنسان الذي يحتسي عادة الخمور ويدمنها حتى أنه ما عاد تؤثر فيه من كثرتها. قالوا أيضا يدخل في هذه القضية والمعضلة الكبيرة في أنه يطرد من ساحة العطاء في هذه الليلة المباركة. دول اللي بيدخلوا تحت كلمة المشاحن،
غير المشرك، يعني احنا مش بنتكلم في المشرك، احنا بنتكلم في المشاحن. هم بقى ده التفصيل، المشاحن ده اللي هو يعني مشكلته مشكلة، لازم يختلق مشاكل. يعني ان لم يجد مشكلة هي مشكلة، ان مفيش مشكلة هو لازم تكون في مشكلة، طبيعته هكذا. الثاني مشرك لا يقبل يعني دعوة الله سبحانه وتعالى، الثاني المتخاصم، والآخر هذا الذي هو يكون له في 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 عقوق الوالدين أو في شرب الخمر، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فبركة هذه الليلة تكون في المصالحة والمسامحة، أيوه. كل واحد منا يسامح ويصالح قلبه. كل واحد ينظف قلبه، نساعد سيدي عبد السلام بحبيل. طيب نرجع بقى للإنشاد الجميل ونسمع إيه إن شاء الله. إننا ناوينا عنده أتينا يا جد الحسنين، يا جد الحسنين، يا جد الحسنين، إن الشوق مقتبس بنورا، فائق للبدورة، مقتبس بنورا، مشتاق أنا أزورا، مشتاق أنا أزورا، عند الدمع سلا يا جد السلالة، يا مجمع كمالا، يا جميل في جمالا، جمالك يا مجمع كمالا، يا جميل في جمالا، جمالك لا مثالا، يا جد السلالة، يا مجمع كمالا، يا جميل في جمالا، جمالك لا مثالا، أسد فوق نارة الله علي الكرام، أسد فوق نارة الله حيدر الكرارة، كم بالسيف صالة، كم بالسيف صالة، كم رعد الجبال، يا جد السلالة، يا مجمع كمالا، يا جميل في جمالا، جمالك لا مثالا، يا جد السلالة، يا مجمع كمالا، يا جميل في جمالا، جمالك لا مثالا، يا جد السلالة، يا مجمع كمالا، يا جميل في جمالا، جمالك لا مثالا، بزينب المشيرة ونفيس الكبيرة، ونفيس الكبيرة، وعائشة المنيرة، وعائشة المنيرة، أنتم خير آلاء، يا جد السلالة، يا مجمع كمالا، يا جميل في جمالا، جمالك لا مثالا، يا جد السلالة، يا مجمع كمالا، يا جميل في جمالك، جمالك لا مثال، عيدوا عيدوا
موجود. عيدوا علي الوصال وصال عيدوا، فإن شوقي لك لكم يزيد. عيدوا عيدوا علي الوصال وصال عيدوا، فإن شوقي شيخ أحمد. طيب دلوقتي ممكن حد يقول أنا يعني مش سهل إن أنا سامح، يعني الموضوع مش سهل عليا، ده ظلمني دي ظلمتني، أعمل إيه؟ وسبحان الله في مثل هذه اللحظات المباركة يحتاج الإنسان أنه يعود لله تبارك وتعالى. عيد علي الوصال عيد، لو عادت وصلته بالله تبارك وتعالى وعلم أنه إذا سامح لوجه الله تبارك وتعالى هو يتعامل مع الخالق البارئ المصور، لا يتعامل مع هذه الشخوص. هذه الشخوص مهما تعاملنا معها لن نكسب منها شيء ولن ننال منها رضا، لأن رضاء الناس غاية لا تدرك طبعا، ورضاء الله غاية لا تترك. فأدرك ما لا يترك واترك ما لا يدرك. يعني الناس لا تحاول أنك أنت تتعاطف معهم أو تتنازل لهم لأجلهم هم ذواتا، لا، نحن نتعامل معهم لأنهم من بني الإنسان، لأنهم صنيعة الله، لأنهم خلق الله، لأنهم نفخ الله فيهم من روحه، لأن الله أمرنا أن نعامله فيهم، فنسامحهم لأجله هو سبحانه وتعالى. فمن سامح ومن صافح ومن تنازل لله تبارك وتعالى أعطاه الله تبارك وتعالى. بل بالعكس، هو من لو تحولت المسألة في المعاملة مع الله، أنا أخطأت وأذنبت، والحوار مع الله عز وجل والكلام مع الله عز وجل ما يمكن أن يتصور لعقل إنسان يقول أنا مش هسامح مع الله. ليه؟ لأن الله تبارك وتعالى هو المنعم المتفضل عليك، أنت كلك حياء وخجل من الله عز وجل، وما زال عندك يعني عين وتتكلم وتقول أنا مش هسامح. الله سبحانه وتعالى سطر عليك بلاوي زرقة كبيرة، يعني لو ظهرت لك كما ظهرت في الأمم السابقة، كان الذي يسرق يكتب على جبينه سارق، الذي يكذب يكتب على جبينه كاذب، الذي يزني يكتب على جبينه الذي يشرب الخمر، كل هذه الأشياء سترها الله عز وجل. اليوم عشان خصومة بينك وبين إنسان ما سلم عليك ولا سلمت عليه ولا حصل بينكم شيء من لعاعات الدنيا التي مهما طالت فهي حقيرة ومهما طالت فهي قصيرة، تتخاصم معه لأجلها، ثم بعد ذلك تترك جنة عرضها عرض السماوات والأرض، تترك رضا أكبر، تترك سعادة قلب الحبيب صلى الله عليه وسلم، تترك غفران ذنوب كثيرة أنت ارتكبتها، لأنك ما حبيت أنك تصافح هذا الإنسان أو تسامح هذا الإنسان. من الخسران؟ ما هو هذا الإنسان؟ أنا والله انتقمت لنفسي. أولا الله سبحانه وتعالى يقول إن النفس لأمارة بالسوء، هذه النفس التي تأمرك أنك لا تسامح هذه فيها إشكالية كبيرة. عد إلى الله سبحانه وتعالى واسمع إلى مثل هذا الكلام، عيدوا علي الوصال عيدوا. الله يعيدنا وإياكم إن شاء الله والمشاهدين، ويردنا إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. كل سنة وحضرتك طيب، وأنا بشكر حضرتك جدا يا شيخ أحمد في نهاية حلقتنا، وأنا بشكركم جدا 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 ونورتونا كلكم بجد. أنا مش هرد طلبك في الإنشاد، بس هنشد أنا وأنت في المدينة إن شاء الله ومكة. يا رب ربنا اكتبها لنا قريب يا رب، العمرة والحج وكل المشتاقين وكل اللي نفسهم يا رب، كلنا مع بعض والشيخ أحمد بقى هو اللي ينشد هناك. الله يسعدك. إحنا ما شاء الله كم درس هنسمعه ما شاء الله. أيوه أنتوا تقولوا الدرس وهو الله. احنا طبعا في ختام حلقتنا بنشكركم جدا، واكيد هنختم بقى بالانشاد الجميل. اه يا جمال، ما شاء الله. ايوه ده الانشاد ده دي ليا انا بقى، دي عشان دي انا بحبها. اه يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال، اه يا جمال، اه يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال، جمال، اه يا جمال، اه يا جمال.
صلى الباري يا معدن الإحسان yeah.